سالي هنا؟ لا، خرجت تشتري حاجات من السوق. ليه؟ لا ابدا، اقعدي يا ست صفية، اقعدي بيتك ومطرحك، اقعدي. اصل جاي اقول لي كلام، انما ايه، مهم قوي. قعدت في ايه تاني يا زكي؟ وانا سبق وقلت لك ان اللي خطف حسن حد غريب على العاطفه، مش كده؟ اه، وانا صدقت. انما مش سعيده، مش داخل دماغها الكلام ده. السلام، مش سعيده دي؟ ما شاء الله، ربنا يحرسها، دماغها قد كده. تعرفها يا ست صفية؟ اتضح انه كده فعلا. يعني انت عرفت اللي خطف حسن؟ ايوه، واديني قلت لكم جاري. مين يا زكي؟ فوزي عبد الباقي. فوزي عبد الباقي؟ وانت اللي جاي تقول كده؟ ليه لا يا استاذ صفية، ليه لا؟ ده احنا جيران والجار لجار، يعني لو ايدك اتشكت انا اللي اقول اه. امال ايه، حق جيرة حق العشرة. وجاي تقول كده من نفسك؟ اصل ما قدرتش، ما قدرتش اشوف مسعيدة بتتعذب واقف ساكت. من امتى الكلام ده يا زكي؟ تلاقيك مش مصدقاني. بصراحة اه، اصل معروف يعني انك من رجالة فوزي. طب ده ظلم، والله العظيم ظلم. انا بمثل ان انا من رجالته، بمثل عشان بس اسلك في وسط الحارة. انما الحق الحق، انا بكرهه عمى. من امتى؟ من زمان، من زمان، بس مش قادر اتكلم. اصل فوزي ده له ودان وعيون في كل حته. طب وايه اللي خلاك تتكلم دلوقتي؟ لما فاض بيا، فاض بيا. طب هو حابس حسن فين؟ حبس في اوضه ما تعرف لهاش باب من شباك، في سرداب من السراديب بتاعته اللي محدش يعرفها ديت. وياما السراديب دي ماتت فيها ناس من الجوع والخوف والضلمه. طب بس حبسه ليه؟ يعلم الله. انا خاف دلوقتي ليكون مصيري زي مصير حسن، عشان جيت قلت لكم، لكن اهو ربنا معايا. اذا كان الكلام اللي بتقوله ده صحيح يا زكي، يبقى انا لازم اشتكي لعبد الباقي. لا لا، معلش، كان غيرك اشطر. فوزي عامل بين عبد الباقي وبين اهل العاطفه سد. عبد الباقي نفسه من يوم ما رجع من مصر الجديده عامل لنفسه سد، وقاعد يبص للعاطفه من فوق. محدش عارف اذا كان داري باللي بيحصل بالعاطفه ولا مش داري. طب وعايز نعمل ايه يا زكي؟ مفيش غير مسعده. مسعده؟ وهتعمل ايه مسعده؟ انا بقول تروح لفوزي. تروح لفوزي ليه؟ تترجاه. مؤكد فوزي لما يسمع كلمتين مع دمعتين من مسعده قلبه حيلين. معلوم ده الحجر بيليل دموع الصبايا، خصوصا بقى لو كانوا حلوين. لا يا اخويا، انت عاوز تضيع لي البيت؟ فوزي ده محدش يامن له ابدا. ما تخافيش على مسعده، مسعده بنت جارعه، بنت حتتها وانا عارفها، ما اقدرش اعمل لها حاجه. لا، فوزي شراني ويمكن ينزل بيت. انت صدقت زي التانيين؟ ايه رايك ان فوزي ده جبان ويخاف من خياله؟ وما كانش عارف ان عاطفه خيخه، ما كانش عامل اللي عامله. ده ما قدرش يتحرك الا بالحش حواليه. ليه؟ عشان ينجدوه وقت الشده. يبقى ده شخص جبان ولا لا؟ ايوه، بس دي بنتي. ما تخافيش عليها، قلتلك. ايه؟ امال اخاف على مين يا سيزاكي؟ ده هي اللي فاضله لي في الدنيا. اسمعي كلامي يا ست صفية، انت مش كل مناكي انك تشوفي مسعدة بتضحك وشها يرجع نور. مفيش سكل كده الا اذا حسن بقى حر. مفيش سكل كده الا اذا هي كلمت فوزي. وبصراحة بصراحة مش ناوي يطلعه لما يموت. انا جيت اخدم بدل ما حسن بعد الشر يموت، يعني يبقى ذنبه في رقبتنا كلنا. انا كمان بالشكل ده عملت اللي عليا وردود ضميري. وانتوا احرار. سلام. اسمع اما اقول لك يا زكي، حسك عينك تجيب سيره المسعده في الموضوع ده. حسن راجل ويعرف يتصرف. مع السلامه. أما
مش عايزه تقولي لي زكي كان بيعمل ايه عندنا؟ يوم ما قلت لك يا مسعده كان فات من قدام البيت احود، ما انت عارفه كلامته. بس انا شايفاه خارج من البيت وانا داخله وكان عمال بيضحك. ما يضحك هاني. اهلا وسهلا، انت فين؟ محدش شافك بقالك مده. سلامتك. الف بعد الشر عليك يا سهان. الله يسلمكم. ابدا، دي كانت حادثه بسيطه كده، كنت مشغول شويه، اصل يمكن ارجع باريس. يو ليه ده؟ انت كنت بتحب الحسين وليل ونهار عمال بترسم فيه، حد يجيله قلب يسيب عطفة خوخة؟ ولا عشان الحادثة؟ أبدا، أحيانا كده الواحد بيعمل حاجات غصب عنه. عرفت اللي حصل؟ نادية حصل لها حاجة؟ نادية مين؟ ده حسن اتخطف. أكيد فوزي. مين اللي قال؟ بالعقل كده، ما هو كل حاجه كويسه في الحته دي فوزي هو اللي بيخطف. صدقت والله، بس اعمل ايه يا سهاني؟ تساليني تعملي ايه؟ انا نفسي مش عارف اعمل ايه مع نادية. عمري ما كنت محتار كده يا ست صفيه. حتى انت كمان. الا فين سمير؟ ما جاش معاك ليه؟ ده انتوا كنتوا ما بتفترقوش. هتعملي ايه يا مسعده؟ في ايه؟ ها؟ مسعده تعالي اعملي كوبايه شاي لسهاد. حاضر. فوزي اللي خطف حسن. ليه بتخبي عليا ياما؟ ياما انا عارفه كل حاجه. انا فكرت كويس ما لقيتش غير حل واحد، ان اروح لفوزي واتفاهم معاه. ايه اللي بتقوليه ده يا مسعده؟ انا احييك يا مسعده، هي المواجهه احسن حاجه في الحالات اللي زي دي. شوف انت بس عندك، شوف المصنعيه قد ايه، وده فضه مسكوفي 300 جنيه حلو قوي. لا لا كتير قوي بجد، تخسر عليا. لا لا الله 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 الله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الله، ايه اللي عملتيه ده يا صفية؟ ايه اللي عملته انت يا زكي؟ ازاي تقابل مسعده من وراها وتقنعها انها تقابل فوزي؟ انا ما شفتش مسعده من ساعه ما اتكلمت معاك يا صفية. ايه يعني هي بقى هتقول انها هتروح تقابله كده من مخها؟ واحده بتفكر، عرفت الصح فين؟ مش مخها مقفول زيك؟ انا مخي مقفول يا زكي لكن عايشه بشرف. لا 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 لا، لازم ايه الكلام ده بقى؟ ما احنا كلنا عايشين بشرفنا والحمد لله يا صفيه. مش باين الظاهر ان لك شغله تانية مع سفاوزي. عيب عيب يا صفيه الكلام ده، عيب. مش كفايه الحته اللي كسرتيها دي من الاسره الثالثه بالشيء الفلاني؟ ثالثه ده شويه جبس ما يسووش لك تعريفه. وانا مش عارفه انت بتعمل ايه ولا بتبيع ايه. انت بتعمل اي حاجه، بتبيع اي حاجه حتى نفسك. وقعد تشتم فيك وتدعي عليك وتقول كلام مش فلابد بيه. ايه ده صفيه؟ دي وليها قليله الادب يا سعاده بيه. الله، لسانها طويل، عايزه تتربى. لازم تخاف، اصل عاطفة خوخة اتعودت على الخوف ساعة البيت، ولو الخوف راح منها هتشوف المستخبي. ثم الخوف ده امانة ساعة البيت، امان. ايوه، على الاقل تبقى ضامن اللي قصادك. هتصرف ازاي؟ طب ويا صفية دي هتعمل لنا ايه؟ جايز تشوف سكه عبد الباقي. لا ما تخافش، انا قاطع كل السكك على عبد الباقي. المهم خلينا في حكايتنا، ايه اخبار مسعدة؟ طمن يا بيه، جاية الخطة نجحت وحشيها جايالك ورمية نص أسلحتها وراها. الله، طب والنص التاني يا زكي؟
وانا اعمل كل حاجه لوحدي بيه. سعادتك بقى كفيل بالنص التاني، انا النص وانت النص. لا جدع زكي جدع. انا بس بقول حكايه صفيه دي بقى ما سيبهاش تعدي، لازم يعني برضو ناخد موقف. ايه حكايه صفيه معاك يا زكي؟ هي الظهر هبشتك كلمتين جايلي عايزني انتقم منها. بلاش الاسلوب ده يا زكي، لازم تستحمل. انا بيه ابدا، ده انا ماليش اي حاجه شخصيه. لا ليك. اسمع يا زكي، بقى انا حياتي كلها كانت في السجون. الشغلانه دي علمتني اني ما اثقش في اقرب الناس ليا، ولما ارسم الخطه لازم تنجح. فبلاش تشتغل لحسابك وخليك معايا انا. ها يا بيه، انا قصدي يعني بلا قصدك بلا غيره يا زكي. اسمع بقى، انا عايز استمتع بالخطه اللي انا رسمتها. اللي يقول ده الخوخة عمرها 1000 عام، واللي يقول 500 عام، واللي يقول مسكونة بالجان، واللي يقول فيها أبيار ملهاش قرار، واللي يقول فيها إوض مهجورة بحجر صوان، لا فيها باب ولا شباك. كل ده ممكن آه ممكن لا، لكن الأكيد يا ست صفية إن مفيش حد اتحبس فيها غدر وطلع سليم. الخارج مولود والداخل مفقود، يعني حسن لو فيها بصحيح ما تأمليش إنه هيخرج سليم. حتى لو خارج هيخرج يا مروش يا ملطوش. من الجن؟ ظلم الإنسان أقوى من سحر الجن. لو انت يا ست صفيه بين اربع حيطان والسواد ماليها وما تلاقي انك كرابيك بتقطع جدتك، هتسمي ده ايه؟ ما هو فعل جان واقوى من جان. طب ام سعيده؟ يا ست صفيه، يا ست صفيه ابعدي من سعيده على الدار. حتى لو حسن سكتها خليها تقطع قلبها، احسن ما تقول يا ريت اللي جرى مكان. لو دخلت مسعيدة الدار قول يا رحمن يا رحيم. يا عباي يا عبد الباقي يا عبد الباقي. اهلا يا مسعيده. فين حسن؟ الله الله الله، ومالك دخل حامي قوي كده ليه؟ اسمع لما اقولك، اذا ما طلعتش حسن انا هصرخ وحنده عبد الباقي، ومش طالعه من هنا لو حسن معايا. تعجبيني؟ لا تعجبيني، انا احب البنت الجدعه اللي زيك. بس انا بقى يا مسعيده مش هديكي فرصه، لا تصرخي ولا تصحي عبد الباقي، ويمكن كمان ولا حتى تخرجي من هنا. انا اصلي ما احبش اللي يتحداني، بس لو عايزه نتفاهم يبقى احسن لك واحسن لحسن، ويمكن كمان احسن لي انا. انت عاوز ايه من حسن؟ انا مش عايز حاجه من حسن. هو حسن عنده ايه اخده منه؟ بس في ناس تانية بقى يهمها حسن وعندها، هما دول اللي انا عايز اخد منهم. احنا ما عندناش حاجة ندفعها دي يا الحسن. يا هبلة، حد قالك عايز فلوس؟ امال عاوز ايه؟ التمن. هو في حاجة تقدري تاخديها النهاردة ببلاش؟ ده حتى التراب والخور ده بقى ليها سعر، فما بالك بقى ببني آدم. لا وإيه؟ اسمه حسن. تمن إيه اللي أنت عايزه؟ شوف أنت بقى، قوليلي الحقيقة. قال كنتوا ناويين تتجوزوا؟ كنتوا؟ ليه؟
هو انت مش ناوي تخرجه؟ لا، ده انت اللي تجاوبيني، انا بس اللي اسال. في الليلة الكبيرة. خلاص، يبقى لازم تضحي عشان حسن. ده طبعا اذا كنت بتحبيه وباقي عليه. ده انا بديه بروحي، واي غالي يرخص لحسن. انا مستعده ارهن الكردان ده لاجل عيونه الحلوين. ما دام مبدا التضحيه موجود ومبدا الفدا موجود يبقى هنتفاهم. بس انا بقى لا عايز فلوس ولا سلاسل ولا كرادين. امال عاوز ايه؟ عايزك تقعدي ونتفاهم. يا سيد، الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ده ما الناس اللي بترميه في الارض يا حبيبي. الله الله الله، ايه اللي بيحصل؟ حد يرد عليا. معاكوا اذن من النيابه يا فندم؟ مفيش حاجة يا فندم. هما بيدوروا على ايه يا زكي؟ لا ابدا، دول بتوع التومين. ما تعرف يدوروا على العاس، ما تعرف على الرص اللي خلينا في اللي احنا فيه. ايوه، 50 جنيه كويس. 50 جنيه يا اخوي، دي واقف عليها 250. مالك انت ومال الفضه؟ انت تروح تاخد لك حته فخار. يلا يا حبيبي، يلا يا عم. مسعدة راحت لفوزي عشان تخرج حسن من حبسه، وانت يا هاني قاعد في العطفة عمال تبحلق في المشربية. متهيألك ان نادية واقفة ورا المشربية تبصلك وتتبسملك. هي متدارية ورا المشربية، وانا متداري ورا نفسي. ايه ده اللي اتعمل فيا؟ رجعني فوزي 50 سنة لورا، رجعني فوزي لعصر الحريم، وانا ازاي سكت؟ بقى كده يا نادية تستسلمي في قضية عمرك، وانت اللي كنت بتعايبي على اهل العاطفة. شفتش مسعدة يا عم سليمان؟ مسعدة؟ هي غايبة بقالها كتير، مداها تكون اتخطفت هي كمان. انداوي انداوي.
بتحبي حسن ابو عيون جميله؟ طيب يا مسعده، انا هخليكي تتغزلي في عينيه لنهايه العمر. بتفكر في ايه يا فوزي؟ وش معنى جايب الكلوب ده معاك؟ تكونش عايز تعمي حسن وهو بقى له اسبوع في الضلمه والعمل يا مسعيده؟ حرام عليك، عايز تعميه هو نور عينيا؟ حرام عليك يا مفتري. كانت ليلة يا هنداوي لها العجب. حصل ايه؟ الاكل ده ما كنتش تعرف له حساب، والنور، النور يتغير كل شوية، يلبسها تبغر التاني. ليه؟ هي كانت تقريبا بس حلوة، ما كنتش افتكر كل ده يطلع منها. وغنت بقى وطلع صوتها تقولش كروان. صحيح يا اخي، البلد يوكل. يا كلاب يا كلاب يا كلاب يا كلاب. كنت بتعملي ايه يا مسعده في دار خوخه في ساعه زي دي؟ خلاص ياما، حسن هيرجع. يعني كان حبسه بصحيح؟ ايوه. بقولك ايه، ما عدتيش تعتيبي دار خوخه دي تاني. المره دي حصل خير، مرة جاية ما نعرفش يحصل ايه. يا معلم، يا سلام، اوعي بس يا سلام. عليا النعمة اللي انا اللي رشش العارفة دي كلها. يا حسن اوعى، بلاش هزار. الله، عليا الطلاق اللي انا اللي رشش. طلاق من مين يا ولد؟ طب لما تتجوز الاول. طب عليا الجواز ده انا اللي راسي. اوعى يا حسن بقى. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. ايه؟ امي زمان هيبقى جاي لي جواز. حسن، انت هنا يا حسن؟ اهلا يا مسعدة. امال ما بتردش عليا ليه؟ قلت هتزهقي وتفتكريني مش هنا. بص عليك، مش عايز تشوفني يا حسن؟ بقى انت يا اخويا حابس نفسك هنا وانا قلبه الدنيا عليك؟ يا اخويا ده انا افتكرت فوزي رجعك الحبس تاني. تحبس نفسك بايديك؟ عاوز ارتاح. طب يلا يلا، قوم بلاش دلع. جسمي مكسر ومهدود وتعبان يا اخويا. اسم الله عليك، ما انت زي الحصان اهو. اصلك ما تتصوريش يا مسعده ايه اللي حصل لي وانا محبوس مستني الموت. بعد الشر عليك، كنت مستني الموت في كل لحظه، خايف منه لكن بستناه عشان يخلصني.
لو كنت بتحبني كنت فكرت فيا مش في الموت. هو انا بطلت افكر فيك يا مسعده؟ ده انت اللي مخلياني عايش لغايه دلوقتي. انت اللي كنت مالي عليا الاوضه الضلمه نور. وانا كمان يا حسن ما كنت شايفه غيرك في القهوه. صوتك كان مالي وداني كل ما حد يتكلم. كنت بشوف ضيفك وهو معدي من قدام القهوه. كنت اطلع اجري وابص وانا متاكده انه مش انت. ما هو كمان مش معقول تطلع وما تعديش عليا. لكن اهو اديك طلعت وخرجت وانا من تاني اللي جاي ادور عليك. احنا لازم نفرح يا حسن. فوزي كان عاوز يبعدني عنك وما قدرش. الله، ولا انت عاوز تزوغ؟ العطفة بقالها زمان عايزة تترش ومستنياك. هتروح مني فين؟ كنت خايف عليكي من فوزي اكتر ما كنت خايف على نفسي. المهم احنا رجعنا لبعض تاني يا حسن. يلا يلا بقى يا اخويا بلاش دلع. الناس مستنياك في القهوه، عايزين يشوفوا الشاطر حسن ويسلموا عليه. الشاطر حسن؟ انا مش الشاطر حسن يا مسعده. ازاي بقى؟ لا انت الشاطر حسن. انت هتعرفك اكتر مني ولا ايه؟ ده انت اللي كايت فوزي. سعيدة انا مش كايت حد ولا عايز اكيد حد ولا اقدر اكيد حد. انا مفيش حاجة يا مسعيدة. لا اوعى تستقل بنفسك، اوعى تقول الكلام ده ابدا. انا صحيح رحت لفوزي وقلت له انا مش منقولة من هنا لما اطلع حسن، لكن انا ما عملتش كده اللي احنا متفقين عليه. احنا مش اتفقنا نقف وش فوزي يا حسن؟ بس انت الظروف ما ساعدتكش. اهو لو ما كانش خطفك وحبسك كان زمانك مزعق له في وسط العاطفه. مسعده سيبيني دلوقتي واخرجي انت. لا، رجلي على رجل. انا مش منقول من هنا. ليه بقى؟ مكسوف من نفسي. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا اتحبست زي الفرخه اللي ما خرجتش الا لما فتحوا لها الباب، وما فتحوا لهاش الباب الا لما انت جيت يا مسعده. اخرج للناس بانهي وش؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم مسعده هي اللي خرجتني؟ حسن انا مش منقوله من هنا لو انت معايا. وانا مش خارج. تصور سي فوزي عاوز يسيب عطفة خوخة ويجي يقعد هنا معايا في الزمالك. لا بس تلاقيه فاكر ان ده يرضيكي. لكن انا قلت له لا ورجعت له عقله، كان هيبوظ كل التخطيط اللي احنا عاملينه. ما تخافيش، اللي زي فوزي ده ما يقدرش يبعد كتير عن العطفة. العطفة هي بحره وهو عامل فيها زي السمك. وانتي عارفة بقى السمك لما يطلع من المية جراله ايه؟ يموت. اطمني، هيقعد هيلاقي مين يعذبه بعد ما يسيب العطفة. تفتكر يا زكي؟ ما تخافيش اطمني، انا بشوف السعادة جوه عينيه وهو بيعذب في الناس. تفتكري حد يسيب سعادته بخطره؟ اطمني كل شيء ماشي تمام، بس انا بقى هلعب على وتر جديد اسمه حسن. شرفتوا القهوه يا حبايب. بطلوا الشربات. شكرا يا ست الكل. تسلم ايدك يا مرات العطفه. اتفضل. ما احنا لسه شاربين يا ست صفيه. وماله؟ شربوا تاني وتالت. ده شربات رجوع حسن بالسلامه. هو حسن اتاخر ليه؟ هو مش جاي يحكي لنا ولا ايه؟ والله وحشنا الواد ده يا رجاله. ده ابن حلال. زمانه جاي. متاخر قوي. انا بعت مسعده تستعجله. احنا قلقانين عليه. على ما تشربوا الشربات هيكون في وسطينا. انا هروح اجيبه بنفسي. ماشي ماشي. استعجلي شويه يا ست صفيه. ما تزعلش مسعيده منك يا حسن. انا ما اقدرش على زعلك يا مسعيده، انما من غير انما تيجي معايا.
تعبان تعبان قوي يا مسعده. يا ده الخيبه، هو انت هتشتغل يا راجل؟ انت هتقعد في وسط الناس اللي بيحبوك ونفسهم يسلموا عليك، طب يقولوا ايه؟ مش معبرنا؟ مش هقدر اتكلم يا مسعده، هقول ايه؟ ما تتكلمش. ما تغصبيش عليا يا مسعده، الله يخليكي، مش هنطق. ما تنطقش بس قوم. جري يا ولاد، بقى ده اسمه كلام؟ سايبين الناس هناك بتلالي وقاعدين هنا تتسامروا؟ يا لهوي ياما، نتسامر ايه بس؟ ده مش عاوز يجي. دي اصول يا حسن، ده انت بالاصول المفهوميه. يلا قوم يا راجل مال، قوم، الناس هناك عامله مولد في العطفه وانت قاعد لي هنا. قوم يا حسن ما يصحش، لازم تعمل الواجب، ده احنا ولاد بلد. قوم يا ابني قوم يلا. نورت العطفة يا ابو علي. احكي لنا بقى يا ابو علي حصل ايه؟ سمعنا يا سي حسن. سمعنا. تقول بقى. قول يا حسن. ايه ماله؟ سمعنا يا ابو علي. نسمع، عاوزين نسمع. احكي لكم ايه بس؟ اقول لكم كنت بعيط لما فوزي حبسني. اقول لكم انه لولا مسعده راحت لفوزي ما كانش خرجني من الاوضه الضلمه. اقول لكم اني كنت فيها عامل زي الفهر اللي اصطادته المصياده ونسي حتى اصحاب المصياده انهم يموتوه، سابوه يموت من الجوع والخوف. ساكت يا حسن، عاوزين نسمع يا ابو علي. سمعنا بقى يا ابو علي. احكي لنا يا ابو علي يا مجدع. ما تتقلش علينا امال. بتقول يا حسن ساكت ليه؟ هتكلم عشان ما اكسفكيش بس يا مسعود. لكن هقول ايه؟ هقول ايه؟ يا حسن منور يا ابو علي. يا ابو حسن تعبان مش هيقدر يتكلم دلوقت. جرى ايه يا جماعه؟ ما كفايه انكم شفتوه واطمنتوا عليه. عايزين نعرف اذا كان حسن شاف عصام الجفافي كان محبوس معاه ولا لا. ده ابويا ولداه راحت نور عينيه من كتر البكا عليه. سمعنا يا ابو علي. احنا نسمعك. انا هقول لكم على كل اللي شفته. انتوا عارفين مين اللي حبسني؟ عارفين. بعتنا اجيب سجاير عشان كل الناس تشوفني وانا خارج من الدار، بعدين استنوني عند الباب الوراني، خدوني ورموني في الاوضه الضلمه. ما خفتش يا حسن؟ لا ما خفتش، ما خفتش، مع اني عارف ان في ناس كتير قوي ماتوا في الاوضه الضلمه دي بالذات. وبعدين والعفاريت؟ يعني جيت على سيره العفاريت يا عم زكي. لا 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 يا جدعان، لا ما تتريقيش على عمك زكي يا مسعده. طب ده هو اللي قال لي على مطرح حسن. عم زكي طلع راجل شهم وكنا ظالمينه. طب ده لولاه
كان حسن راح زي اللي راح ومات. الشاطر حسن عمره ما يموت. احكي يا ابو علي، احكي للرجاله. مسعدة في العطفة يا زكي. يا سلام يا بيه، واقفة زي الغزال. انت موطي صوتك ليه يا اخي؟ ما تعلي حسك. انا بعت عز عند اهلها، وحتى لو كانت موجودة ما كانتش هتسمعك برضه. على رأيك يا بيه، فاتت عمال ازاي انا مش عارف. قول لها انا عايزها تنظف الدور الفوقاني. قصدك حسن يطلع ينظف الدور الفوقاني؟ مسعدة يا زكي، مسعدة. ومن هنا ورايح مش عايز غير مسعدة هي اللي تنظف الدور الفوقاني. لا لا، مش طالع. معالي الرسول للبلاغ. ومن امتى مسعدة بتنظف دار خوخة؟ ده شغل انا. والله يا حبيبي دي اوامر فوزي بيه. ربنا يفوت اليوم ده على خير. عم زكي، روح قول لفوزي بيه ان مسعدة مش طالعة تنظف دار خوخة ابدا. يا ما عشنا نستنى وصول الليل.